يسعد مساكو حبايبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. طبعا انا هنا واقفه على البلكونه، منظر لفت نظري، قلت لازم اصور اوريه لكم. طبعا هنا العرب مصر معروفين انهم رحاله، ما عندهم مواشي، وين في حته فيها خضار بيجي يسكنوا فيها اسبوع بيرجعوا يرحلوا على حته ثانيه. عجبني المنظر كثير. على فكره العرب دمت من اغنى الناس، عندهم بيوت وعلى الطابق الاول والثاني ومبسوطين جدا، بس ما شاء الله هم كده يرحلوا في اي مكان فيه خضار عشان يرعوا الغنم والبقر. شوف عاملين شوادر ازاي، يطبخوا في الارض ازاي، احلى عيشه اقسم بالله العظيم. وصار عندي فضول انزل من البلكونه واروح اصورهم من قريب. كتير كتير حلو المنظر، كتير كتير حلو عيشتهم. يعني رحاله كل اسبوع يقعدوا في حته، كل اسبوع يرحلوا في حته. مش عارفة أنزل أقرب عليها مصورهم ولا لا، بس خايفة من الكلاب بتاعتهم لأن كلابهم صعبة جدا. هنشوف الوقت مع بعض. البلكونة عجبني المنظر وراح أنزل أصور، ونزلت فعلا. حطولي لايك. والوقتي حلبس فستان أخت العرب وحوريكم لبسهم حلو إزاي. وأنا أعمل لكم معايا أقعدوا في أي حتة، هوريكم الفستان علي إزاي. وانا اصور لكم ماما تكون لبس. طبعا هنا ماما لسه بتلبس ثوب العرب، وانا جيت اصور لكم هنا مكانهم. هنا الابقار وهناك الاغنام هناك، بس انا خايفه اقرب لان في هناك كلاب وصعبه قوي. وهناك برضك في خيمه حلوه قوي، صح؟ بطلت عنهم. شوفوا قربت هنا على الاغنام، شوفوا شكلهم جميل قوي. شوفوا وهنا بيبعتوا له حاجه صاحبهم بيحط لهم اكل. لا شكلهم روعه ما شاء الله. بيطبخوا ازاي؟ طبعا زي ما قلنا هم ليهم بيوت جميله قوي واحسن من بيوتنا بكتير، بس هم حياتهم هي اللي رحت عليهم هيك حتى من سبب ايش؟ المواشي. حياتهم يعني غير كده. حاجه تعبانه وبتعمل لها شويه اعشاب بلامونه كده عشان تشرب. وهنا دخلنا في قلب الخيمه. شوفوا بيبي ما شاء الله البيبي، وكيف عاملين له. شوفوا ارفع فوق، شوفوا كيف عاملين له، شو حلو. وربنا اتبسطنا جدا 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 والله ما شاء الله. هنا الاراضي شايفين، صراحه المنظر جميل جدا. احنا مبسوطين قوي معاهم. انا اول مره اصلا انزل واشوفهم، انا بشوفهم على طول، لكن اول مره اقرب منهم وانزل لاني بخاف من الكلاب الصراحه. منظر السماء جميل قوي. ما حابسينهم بجد. قعدتهم ظريفه قوي وجميله. معزتهم صغيرين، شكلهم ظريف قوي وعسل. وهنا الاغنام الكبيره عشان بس الضوء جاي هنا. جميله اهو. قربنا هنا من الابقار. تعالي انت، تعالي. شايفين؟ انا ماشيه من الصبرين من ورا. ماما ماشيه هيتي معاها وسط البقر. بسم الله ما شاء الله. شوفوا ما احلاهن. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. دمه ماتت بقى يوم ما تولد. يا حرام والله. والله لا والله العظيم ربنا كرمنا. سبحان الله.